حكم الاتيان بقارئ قبل صلاة الجمعة. عفوا، القارئ قبل صلاة الجمعة يشوش على المصلين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي. فهذا القارئ الذي يقرأ كل يوم كل جمعة قبل الصلاة يشوش على المصلين، فضلا عن أن فعله لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.